مشاهديهم تبعي قناة شوف تيفي، أهلا مرحبا بكم في حلقة البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. يعني قصة صدمة صراحة باش كنسمعو بحال هاد القصص هادو، باش كنشوفو أن هاد الشاب كيدعي أن الأب ديالو كينصب عليه دليلو كان يعني كان عنده واحد الربح في التجارة ديالو الإلكترونية باين ليه. دابا هاد الشاب تيقول أنا كنحس براسي كنضيع وأنا باغي غير الحق ديالي، تنقدر شوية الميكرو سلام سلام سمو جولياس، عندي مشكل مع الاب ديالي، دار لي توكال فاش نصب ليا نصب عليا في 10 مليون. 10 مليون تنين جات؟ تلقيت واحد تي منتج رابي في التجاره الالكترونيه، كدير التجاره الالكترونيه، تلقيت مع صدفه مشى شرا ولد عم ولد عمي تشد قصه طويله، ممكن الا كان شي محامي نعاود لك التفاصيل. ديالك كيدير لك التوكال وكيسحب لك، كيفاش؟ كان في واحد الفتره كيجيب لي العصير كان كيعصرو في الصالون، كيجيبو يوميا اش كنشربو، كان كيجيبو لي بوحدي كان كيعصرو في الصالون. هذا الاب ديالك؟ متاكد انه الاب ديالك؟ الاب ديالي كان كيعصرو في الصالون، كيجيبو لي كنشربو بوحدي، كيجيب لي كاس كبير. كان في واحد المذاق خايب شي شهر خسرت شي 15 كيلو، ثاني الطبيب قال لي عندك ميكروب، هاي تحليله تسمم. صافي خلي نعم تسمم، هاي تحليل، خلي الوثائق خليهم، عندي تحليل. قال لي عندك ميكرو. ملي خرجت من السبيطار رجعنا للدار، بديت كنشرب الدواء، الحاله ديالي بديت كتحسن. هاد النهار خرج الام ديالي كانت عاصرة عاصر في الكوزينه، دخل هو كيتسلى في الكوزينه، شفتو من البيت شتا الضل ديالو، دخل مشى دار فيه شي حاجه. العاصر ديالي ملي جابته الام ديالي، حيت كان بزاف في كيسان، الكاس الكبير ديالي كانت فيه واحد الماده بيضاء، شربته في نفس المذاق مع الاب ديالك. كلشي هادشي علاش كدير ليهاش؟ عارف من فين نص المذاق حيد لي الكاس الصحة، يعني لو ان الكاس ما فيهش توكل علاش يحيدوا لي الصحة؟ نمشيو نديرو لي تحليله ولا فهمتي؟ تما فين حصلت؟ دابا باقي عايش مع الاب ديالك؟ دابا انا مشيت رفعت شي كايف كوميسارية، مشيت رفع قال لي خاصك تجيب موك، مشيت للمحكمة اللي مشيت دايرة قال لي خاصك تمشي للمحكمة الاستئنافية، مشيت ليها قال لي خاصك تجيب موك، انا بغيت الحق ديالي يرد لي فلوسي ونخرج لي من دارو، هادشي اللي بغيت. النفسيه ديالك كيفاش دايره حاليا؟ كيديني على طبيب نفسي. مش شحال هادي كندير الشوهه، كان كيقول شي هضره ما تكاش شي حوايجي بزاف، كندير الشوهه في الحينيش ضرب عندكم. الدراري تبقاو بيراطاو لي التليفون ديما، شي 3 سنين 4 سنين وانا مريض تبقاو بيراطاو لي التليفون، تبقى يعطي منك ودي الويفي، نصبوا عليه في هاد البلان شي 5000 درهم تقريبا، ما عرفتش واش داو شي حاجه اخرى ولا لا. عندي تليفون ما عرفتش واش معاكي، ولكن عندي شي تليفونات معاكي اللي مجيمين مأكد منه، التليفون اللي عندي الاخر ما عرفتش واش معاكي ولا لا. انا بغيت يدير معايا شي حل، يعطيني فلوسي خرج لي من دارو، هادشي اللي بغيت. صافي انت مشيتي درتي شكايه وكطالب بالحق ديالك. صافي حقوق ديال داكشي نصب عليه في يدير معايا شي حل خرج لي من دارو، صافي هادشي اللي بغيت. يعني بغيت تاخذ فلوسك وتخرج من الدار؟ صافي. علاش بغيتي باباك تيقول لك خرج من الدار؟ لا انا ما بغيتش نبقى معايا، عطيني فلوسي خرج لي من دارو. صافي الام ديالك شنو كتقول في هادشي؟ كانت حاضره لكلشي. صعيب انه يدخل العقل ان الاب ديالك اللي خاصو يكون هو السند ديالك هو اللي يعاونك، انت كتقول العكس تماما، كتقول ان الاب ديالك هو اكثر واحد تيأذيك. الام ديالك شنو كتقول وسط هادشي؟ كانت حاضره لكلشي، ما كتقول والو، عندي هادي اللي عندي التحليله، عندي كلشي صافي. علاش ديالها اش مشيتي درتي؟ التحليله ديال الميكرو باين. لقيتي عندك ميكرو في الدار؟ في السبيطار هادشي. اي خليها صافي، انا بغيت يدير معايا شي حل، عطيني فلوس وخرج لي بحال هاجو من دار. هاد الفلوس 10 مليون ربحتيها من التجاره الالكترونيه؟ برودو مش خدام. قلتي لي انك بغيتي محامي، علاش بغيتي المحامي؟ ماشي بالدار ولا دار معايا حل خرج لي من دار، عطيني فلوس وخرج لي من دار، صافي هادشي اللي باغي. انت عندك خوتك هاد المشكل واش غير معاك ولا مع الخوت الاخرين؟ لا ما كيديرش شي بحالك، كيديرها ليا انا. صافي شنو النداء اللي تبغي النداء اللي تبغي توجه اليوم؟ شنو تبغي تقول للناس اللي قادرين؟ واش حقوقي صافي؟ حقوقك بدك شي نصب عليا فيه؟ فلوسك؟ الرقم ديالك ديال التليفون؟ انا نقول لك الرقم 06 06 79 79 85 85 20 20 82 82